ضيفنا مشاهدينا لاستديو بيت للكل اليوم إحدى النماذج الأردنية الشابة التي تعزز مفهوم الابتكار والريادة في الأعمال. زيد الجازي أحد قصص النجاح التي تلهم الشباب بأن الطريق إلى سوق العمل وإلى الحياة وإلى المستقبل هي عن طريق ريادة الأعمال والابتكار في مجال التكنولوجيا. زيد كان مقتنعا منذ البداية بإقامة مشروع خاص به، وكان يحلم أيضا بإقامة شركة خاصة له، وبالتالي بعد التخرج من الجامعة اتخذ هذا الطريق عن طريق ريادة الأعمال والابتكار في مجال التكنولوجيا. زيد الجازي أهلا وسهلا فيك في برنامج بيت للكل. أهلين فيك. أهلا وسهلا. خليني أنا كمان أرحب بكم أولا، وأرحب أيضا ضيفتنا اليوم كمان معنا أفنان علي، وهي مهندسة وريادية أعمال اشتهرت أفنان بإسهاماتها البارزة في مجال التعليم التكنولوجي وريادة الأعمال، وأيضا يعني عندها الكثير من الشغف في عالم التكنولوجيا وتعليم الأجيال الناشئة. أسست أفنان أكاديمية التي تعد من أبرز المبادرات التعليمية في المنطقة، حيث تركز على تطوير مهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة الرياضية لدى الأطفال والشباب. أهلا بحضرتك مهندسة أفنان، منورانا. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم. أهلا وسهلا. طيب خلينا نبدأ الحوار. نبدأ الحوار ونقول، خليني أسأل الأول، ما هي العوامل؟ نبدأ ليدز فيرست، نسأل جندر تحيز مهندسة أفنان، نسألك ما إيه العوامل اللي يعني خلتك تقبلين على ريادة الأعمال؟ أنا أساساً مهندسة كهرباء واتصالات، وممكن كان عندي دائماً شغف وحلم منذ الطفولة أنه أكون مخترعة ومبتكرة، لكن بعد ما درسنا الهندسة وشفنا كيف العالم عم بتقدم وبتطور، تحديداً بعد زيارتي لسيليكون فالي بكاليفورنيا، أدركت أنه العالم عم بيمشي بشكل كتير متسارع، وأحياناً بصير عندنا هذه الغير الإيجابية أنه إحنا حابين يكون في برضو تقدم تكنولوجي ببلدنا. بهذه المرحلة أدركت أنه إذا أردنا أنه يكون في تقدم تكنولوجي لابد أنه نبدأ بالتعليم، وتحديداً تعليم الأطفال، لأنه تعليم الأطفال استثماره دائماً مجدي، يعني اللي بتزرعه اليوم بتشوفه مباشرة بعد يعني كم من سنة. فكان الهدف أنه نعمل امباكت، نعمل اثر ايجابي تحديدا بالتعليم وتعليم التكنولوجي للاطفال. فكان هذه هي يعني بدايه مشوار رياده الاعمال، وهذا صراحه كان الحافز من وراء بدء اكاديميه يوريكا للتعليم التكنولوجي. رائع. احنا راح نخوض في قصص نجاح كثيره جدا، يعني أكيد. الفكره كيف نجهز اطفال لسوق العمل، على فكره صحيح. يعني افنان اشتغلت على هذا الموضوع. ننتقل لزيد. زيد كنا نحكي برا يعني قبل الدخول للاستديو بانه كيف بلش الحلم، لأنه الحلم بحاجة إلى إرادة، وهي كانت موجودة عندك. الآن على مستوى العالم يعني وشركاتك يعني معروفة حتى عندنا لدينا في الأردن، تكنولوجيا استخدمتها لتسهيل الحياة واختصار الوقت والجهد. خلينا بس نتعرف كيف كانت البداية في الدخول لمجال الابتكار والريادة. شكرا دكتورة، وشكرا للاستضافة الكريمة، يعطيكم العافية. احنا يعني بالبداية هو كان الشغف من أيام المدرسة صراحة، إنه كيف الواحد بده يعمل بالمستقبل تبعه، فبتعرفي هو عبارة عن حلم يعني خيال، بس تفاصيله مش واضحة. فكانت البداية من يمكن بعد الجامعة، لما اشتغلت في القطاع الخاص ظلت الفكرة في العقل الباطن، ومن ثم أكملت دراستي بعد الجامعة الأردنية في الماجستير، وشفت برا كيف الدراسة وكيف التطور يعني الاقتصادي اللي ماشيين فيه الزملاء أو من الجنسيات الأخرى. فكان الحافز ازداد إنه أنا لما أرجع على بلدي بدي أبدو وبدي أخطو أول خطوة في صناعة يعني ترجمة الصورة اللي في البال إلى حقيقة. ومن هنا يعني ابتدأ المشوار في تأسيس أول شركة لها علاقة بأدوات تحسين المنزل برفقة ثلاثة من الإخوان والزملاء، ولها علاقة بالتجارة الإلكترونية. ومن ثم كمان كان الإصرار أنه بدي أعمل إشي على مستوى يعني أوسع فيما يخص مشاكل مالية يعني تحدد من القطاع الطبي في مجاله،
الخاص بشركات التأمين، اللي هي قضية التخليص المالي، تخليص الوقت والانتظار لاستلام المستحقات. الآن يعني شركتك على تواصل مع شركات تأمين كبرى في الأردن؟ نعم مظبوط. طيب جميل. أولا أنا ببقى سعيدة جدا لما يكون كمان عندنا كده من الشباب والحماس لريادة الأعمال والتكنولوجيا. خليني أسأل كمان مهندسة أفنان، أسألك عن مدى تأثير بقى التكنولوجيا على يعني مشاريع اللي فكرتي فيها والاتجاهات اللي حبيتي تخوضيها. يعني لا شك هلا التكنولوجيا صارت هي عصب أساسي بتطور أي مجتمع وأي فرد. يعني كلياتنا عم نقرأ عن تقارير وظائف المستقبل الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي، وأعتقد مع يعني تقريبا ب 2020 مع أزمة الكورونا كلنا كنا نسمع إنه ما قبل الكورونا ليس كما بعد الكورونا. وأعتقد أحد التغيرات اللي كانت ما بعد الكورونا هو تأثير التكنولوجيا على العالم. التكنولوجيا الكورونا أعتقد إنها دفعت العالم 5 إلى 10 سنوات للأمام. التقارير اللي صادت بهذيك الفترة هي تقارير جدا خطيرة، بتقول إنه أحد هاي التقارير ثلث الوظائف عالميا راح تتغير، راح يتم استبدالها بسبب ظهور الذكاء الاصطناعي والماشين ليرنينج وغيرها. عدد الوظائف العالمية اللي مرتقب تغييرها ما يقارب 80 مليون وظيفة عالميا. وهذا الإشي بحطنا كلياتنا على المحك، نتساءل قديش الجيل الجديد، كونه أنا معنية بالأطفال وتعليم الأطفال، قدي رح يكونوا جزء من هذه الثورة ويكونوا يعني يقودوا هاي الثورة، ما يكونوا متخلفين عن ركب جيلهم. فهون بتيجي أهمية إن نعلم الأطفال التكنولوجيا بعمر صغير حتى يكونوا هم منتجين للتكنولوجيا وليس وهم مقبلين. يعني أنا بلاقي الأطفال عندهم هذا الشغف، يعني بيبقى حتى الصغير اللي بيبقى ماسك الموبايل، يعني هو كمان بقت الأدوات دي مادة جذب بالنسبة له، فرصة ممكن نخلق منها وعي جديد بالنسبة. فعلا يعني أحد السيناريوز والثيوريز اللي عم بتقول إنه إحنا جايين على عصر حيكون فيه ما يقارب 10% من الناس عم تشتغل، 90% من الناس رح يتم استبدالها بسبب التكنولوجيا. هاي أحد الثيوري رح تحل محل الإنسان. صحيح بالضبط. وأعتقد هلأ إحنا عمليا عم نشوف الذكاء الاصطناعي، عم نشوف الشركات الكبرى ممكن تطلع مذيعة. هذا أكيد طلعت خلاص، بقت موجودة فعليا بقت موجودة في حاجات كتير. يعني هلأ صرنا نسمع عن أطباء الاختصاص ممكن يكون الذكاء الاصطناعي أقدر على تواجدهم، الباحثين الذكاء الاصطناعي ممكن يكون استبدالهم. فهون السؤال اللي احنا كلياتنا بتصور لازم نطرحه، سواء بانظمتنا التعليميه سواء بالجامعات او المدارس، يا ترى ال10% اللي راح يحركوا مفاصل التكنولوجيا بالعالم مين هم؟ صحيح. وشو المهارات الموجوده عندهم وشو صفاتهم النفسيه وشو تركيبتهم، بحيث انه نطمح انه اطفالنا بالوطن العربي يكونوا جزء من ال10%. ما نضلنا نقول انه سيليكون فالي عم بتحرك العالم. صحيح. واحنا كلياتنا عم ندفع التكنولوجيز. فهذا اعتقد اهم الاسئله اللي لازم نطرحها بمدارسنا وجامعاتنا، يكونوا اطفالنا اللي هم الاطفال خلال السنوات القادمه يكونوا جزء من ال10% اللي عم بيحركوا مفاصل العالم، لانه اللي بيتحكم بالتكنولوجيا حاليا وبتحكم بالاقتصاد، بتحكم بالسياسة، بتحكم فاصل العالم كلياتها. مزبوط. هي قوة. هي قوة بكل معنى الكلمة. يعني التكنولوجيا الآن هي قوة بكل معنى الكلمة. ونتمنى أن يكونوا أطفالنا بالوطن العربي سواء بمصر، بالأردن، بفلسطين، بكل المنطقة، يكونوا جزء من هدول ال10% اللي حيحركوا العالم لقدام ان شاء الله. ننتقل لزيد يا شافكي. وزيد، يمكن انا حابه نتطرق لموضوع جلاله الملك لدينا وجلاله الملكه بيعتنوا بالشباب اللي عندهم افكار رياديه، وكان في دائما يعني رعايه ملكيه ساميه لكم كشباب ومشاريع ابتكار، واللي فتحتوا شركات ناشئه وبلشت تكبر، ووظفتوا ايضا معاكم يعني اشخاص اخرين. خلينا نحكي عن اللفتة الملكية والاهتمام الملكي من قبل جلالة الملك وجلالة الملكة في الشركات اللي ناجحة، الأفكار والابتكار والريادة. يعني شكرا ستي. يعني هو دائما الاهتمام الملكي عندنا بالأردن مميز صراحة في المنطقة وفي العالم. قرب جلالة الملك من الشباب كان واضح في لقاءاته مع الرياديين. كان لي شرف اللقاء مع جلالة الملك بعام 2019 مع مجموعة مميزة من الرياديين. وكان في اهتمام جلي وواضح بالمشاريع الخاصة فينا. وكمان كان لنا شرف لقاء جلالة الملكة فيما بعد برضو بخصوص شركاتنا من خلال دعوتنا لمناسبة. فقربهم من الشباب، دعمهم للشباب، هذا بعطينا نفس أولاً.
بعطينا كمان ثقة في المضي قدما. وبعدين إحنا بالأردن نحس حالنا يعني عائلة صغيرة، فكنا قريبين من بعض يعني. فبالتالي الدعم يعني مو بعيد عنا، ودعم المؤسسات طبعا. بالتالي دعم طبعا. الوزارات تطور من فترة بشكل واضح، وصار الاهتمام بالريادة كبير. أكيد في تحديات لا تخلو من التحديات في أي دولة، لكن في تسهيل في المقابل، أخذ وقته صحيح، لكن عم نتحسن بشكل إيجابي ونوعا ما برذم يعني جيد جدا. الحمد لله. خليني أقول لكم كمان إنه يعني ونحن نتابع هذا الشأن الأردني يعني من مصر يعني، وطبعا يعني جلالة الملك يعني الحقيقة قريب جدا من الشباب، يعني دائما يعني يخاطب الشباب ويلتقي بالشباب ويسمح للشباب، يعني أكيد هذا هو ما يرى بأن المستقبل سيقوده الشباب. عايزة أسأل كمان مهندسة أفنان، أسألك كيف كانت زيارة جلالة الملك ودعمه لك؟ يعني إحنا كأنتربرنورز كرواد أعمال فعليا يعني مو سهل مشوار ريادة الأعمال، لكن يعني قرب جلالة الملك وجلالة الملكة أكيد يعني طبعا. بيكون دعم رائع يعني ودعم معنوي. كان يعني تشرفنا بتكريم جلالة الملك بمناسبة اليوبيل الفضي خلال الفترة الماضية بوسام اليوبيل الفضي. جلالة الملكة زارتنا بالأكاديمية تقريبا ب 2017، التقت جلالة الملكة مع الأطفال المبدعين وسمعت قصص نجاحهم وكيف بتعلموا وكيف المسابقات اللي بخذوها. بعام 2020 حصلت على جائزة على مستوى العالم، أفضل رائدة أعمال على مستوى العالم من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وتفاجأت باتصال برضو من جلالة الملك لا تهنئة بالموضوع. أنت محظوظة جدا كده. قد إيه بيحفز، قد إيه بيديك دعم، بأنه عندما القيادة ترى الشباب بشكل جيد ويبقى فيه دعم أعتقد أنه بيقصر الخطوات، يعني بيديك دعم كبير لقدام. فعلا بيكون يعني دعم معنوي رائع، بحسك أنه يعني استمر يعني صحيح. فهذا يعني بيكون شعور يعني لطيف يعني